بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم وشكرا جزيلا على الفيدباك اللي جالي على الفيديو اللي فات. حطينا سماعات هوت علشان الصوت يبقى اوضح. لازلنا مع بينج كونشس لانجويج ليرنر، واتضح لي من الفيدباك اللي جالي على الفيديو اللي فات ان في شويه لبس في بعض المصطلحات كده، عاوزين نوضحها في الفيديو ده ان شاء الله باختصار شديد. اللي قلناه المره اللي فاتت ان مسألة اكتساب اللغة أو تعلم اللغة المفروض بيتم إزاي؟ بيتم بيكون إن في تدريس بيتم بشكل explicit، بشكل معلن وواضح، بيتخزن أول في الميموري في هنا في الحتة ديت من المخ، وبعدين بعد كده اللي بينقلها للباك أوف ذا ليفت هيمسفير هو البراكتس. وقلنا بتبدأ الأول بأن هي تكون linguistic knowledge، وبعدين تتحول هنا إلى linguistic competence. حتى بعض الطلاب اللي أنا كنت بدرسهم زمان في مصر، طلاب المدرسين يعني، بيقولوا ان فكروني لما كنت بقول لهم ده هنا اسمها declarative knowledge، وده هنا اسمها procedural knowledge، وهنا الاكوايرد، هنا language الاكوايرد، وهنا اللي بيتم الاوتوماتيسيتي، وكل الكلام الجميل اللي قلنا المره اللي فاتت. اللي عاوزين نوضحه في الفيديو ده الفرق بين two important concepts كثير جدا من التيتشرز وكثير جدا من الليرنرز بيخلطوا بينهم. الحاجه الاولانيه هو البراكتس اللي كنا بنتكلم عنه المره اللي فاتت، والحاجه الثانيه هو الاسسمنت. ايه الفرق بين البراكتس وبين الاسسمنت؟ هو ده اللي هنتكلم عنه المره دي. مبدئيا ايه هو الاسسمنت؟ احنا اتفقنا المره اللي فاتت ان انت تبدا اول في التدريس بانك انت تحقق الاندرستاندنج والروت ميموري، او بالترتيب الروت ميموري وبعدين الاندرستاندنج، وبعدين تنتقل الى حسب بلومز تاكسونومي اللي اشرنا اليه المره اللي فاتت، تنتقل الى الابلكيشن اللي هو البراكتس. طيب انت لما بتدرس حاجه كمدرس او انت كليرنر لما بتتعلم حاجه، المفروض نتاكد انك انت فهمتها صح. انا درست لك، هفترض التنسز، هفترض ان انا درست لك الفرق بين مثلا during while، وعاوزك ان انت فهمتها صح علشان نبدا ننتقل للحركه للخطوه اللي بعد كده في بلومز تاكسونومي. يعني انت علشان تتحرك من الروت ميموري الى والاندرستاندنج الى الابلكيشن، لازم تتاكد ان انت you have fulfilled روت ميموري واندرستاندنج، بنتاكد يعني حققتهم بشكل سليم. بنتاكد ازاي ان ده حصل؟ ان احنا بنعمل لك اسسمنت. الاسسمنت ده قد يكون اسئله زي ام سي كيوز اللي هي الاختيار المتعدد، فيل ان ذا جابس، ملء الفراغات، مش عارف ترو فولس، كوريكت ذا ميستيك، صلح الخطا اللي في الجمل ديت. بندي لك الاكتيفيتيز اللي بتكون مكتوبه علشان نتاكد انك انت حققت الاندرستاندنج قبل ما اموف الى الابلكيشن، قبل ما اموف الى البراكتس. ازاي اطلب منك انك انت تبراكتس حاجه، انك انت تمارس حاجه وانت اصلا قد تكون فهمتها غلط، او قد تكون ما فهمتهاش وبتشتغلني بتقول لي اه فهمت كل حاجه عشان ما يبقاش شكلك غبي في الكلاس؟ مش هحلفك على المصحف ان انت فهمت ولا ما فهمتش. الحل ان انا ادي لك اكتيفيتي، ادي لك اكسرسايز معين يقيس الاندرستاندنج بتاعك. لو حليت الاكسرسايز ده صح يبقى انت فهمت. نموف بقى للابلكيشن. الابلكيشن ده اللي هو البراكتس، ده اللي المرحله بعد كده في البلومز تاكسونومي، ده اللي اقصده بكلمه البراكتس، هو ده اللي المفروض ياخد معظم الوقت اللي في التدريس او في التعلم. ده اللي بيكون زي ما يكون الجيمز مثلا، انت مثلا درست سمبل باست، خلاص كلمني على احسن يوم في حياتك. فلما تتكلم على احسن يوم في حياتك حاجه حصلت قبل كده هتستخدم سمبل باست كتير. كلمني على اسوء حاجه حصلت لك في حياتك، كلمني على شيء كويس انت عملته الاسبوع اللي فات. كل الكلام ده انت هتضطر تتكلم كتير او تكتب كتير مستخدما زمان السمبل باست، وبالتالي هنحقق البراكتس بتاعه. كويس، هنا بقى نقطه مهمه جدا عاوز اتكلم فيها. انت از تيتشر، انت as a learner فهمت حاجة معينة وحليت activity معين عليها اللي هو الـ MCQs الاختيار المتعدد او fill in the gaps او حليت 10 اسئلة صح زي ما حليت 10,000 سؤال صح. الاكثار من الاسسمنت، الاكثار من حل هذه الاسئلة، مش هيحسن العملية التعليمية، بالعكس الاكثار من حل الاسئلة دي تضيع للوقت، لانك انت لما حليت 10 اسئلة صح زي ما حليت 100 سؤال صح، وبالتالي ما تضيعش وقتك انت از ليرنر كتير في حل الاسئله ديت. وانت از تيتشر، التيتشرز اللي مغرمين مساله الشيتس، يعمل شيتس للطلبه كتير جدا فيها اسئله كتير جدا والطلبه تحل، ما هو لو حل 500,000 شيت زي ما لو حل شيت واحد. انت اتاكدت ان حصل اندرستاندنج، موف بقى للنكست ستيج اللي هي الابلكيشن اللي هي البراكتس، وخلاص ما تضيعش وقت كتير في الاندرستاندنج. المفروض معظم الوقت يتقسم او يروح الى، يخصص الى البراكتس، مش يخصص الى الاسسمنت وحل الاسئله. لو انت فعلا عاوز تحقق الاكوزيشن، مش عاوز تحقق بس ليرنر حل الامتحان صح وتتوقف عند اللينجويستيك نولج، خد بالك لو توقفت عند موضوع الاسسمنت انت كده توقفت عند اللينجويستيك نولج، لان انت از ليرنر لو حليت اسئله الدنيا كلها هتتوقف عند اللينجويستيك نولج. علشان توصل لمرحله اللينجويستيك كومبتنس لازم تمارس اللغه اللي انت اتعلمتها ديت كتير، من خلال بقى الجيمز اللي التيتشرز بيعملوها في الكلاس، من خلال ريل لايف سيتويشنز، من خلال كل الحاجات اللي التيتشرز بيعملها ديت،
من اجل انك انت تبراكتس علشان اللينجويستك نوليدج تتحول الى لينجويستك كومبتنس. شكرا جزيلا، وان شاء الله نكمل في نفس التراك اللي احنا ماشيين فيه المره الجايه.